بداية الحلقة رح تكون معنا اختصاصية في علم النفس دكتور رندا البراج. رح نطرح موضوع كتير مهم وهو موضوع الأطفال خلال الحروب والأزمات، بين خطورة المشهدية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وانعكاساتها على المستوى النفسي. أهلا وسهلا دكتور رندا. بونجور. شرفتينا. يا هلا دكتور. مرسي. كتير حلو الموضوع وطبعا اجى بوقته. كنا عم ندردش نحن وياك تحت الهواء وقلنا إذا نحن حالتنا هيك كيف الأطفال يلي مش فهمانين شو عم بيصير، ولكن للأسف عايشين كل الحالات معنا وفي انعكاسات يمكن عم توصلن، في تداعيات يمكن بانيك الأهل أو خوف الأهل. فكل هالمواضيع بدنا نتناولها معك. بداية قديه الولد بيقدر يميز بين مشاعره وعواطفه وكل شيء عم بيعيشه؟ أول شيء بونجور لكم للمشاهدين ومرسي على استضافتكم. الطفل ما بيقدر يميز، لأنه الطفل بتكوينه ببداية طفولته مستحيل يميز شو عم بيشوف، بس هو المشهد بياخده، يعني بياخد المشهد وبيكبته، خاصة إذا كان المشهد بيدل على العدوانية أو العنف. هيدي من جهة الطفل. أما كيف المشهدية بيخدها وبيتلقاها، بيفكروا الأهل أنه ما لح تأثر عليه إذا كان صغير. يعني مثلاً نحن منقسم الطفولة من 0 لـ 4، من 4 لـ 7، من 7 لـ 12. هيدي 3 مراحل منسميه دايما نحن الانفان. من 0 لـ 4 بفكروا الاهل انه الطفل ما بيميز، لا هو صحيح ما بيميز بس المشهد بيحفظه، لانه بطريقه ما بده ياخده ويحطه بالذاكره. اذا بسبب له قلق بيعمل له كبت، بيكبته، وهيدا الكبت ما في شيء بينكبت بيروح. المكبوت لا يموت. هالمشاهد بتضل معه لا يكبر. أما من عمر 4 لـ 7 بهالفترة بيكون الولد بلش يميز، بلش يفهم، بلش يقدر يفرق بين الخير والشر. من 7 لـ 11 أو لـ 12 سنة بيكون الولد حاضر أنه يقدر يفهم منا كل شيء. بس بثلاث مراحل الطفل أو بكل هالثلاث مراحل فينا نحن نحكي معه ويعبر عن مشاعره بما يخص العدوانية أو العنف اللي عم بيشوفهم على وسائل التواصل الاجتماعي. هلأ إذا بدنا نروح للمرحلة الأولى، خلينا نبدأ بالمرحلة الأولى اللي هي من 0 لـ 4 سنين. كيف فينا نحكي مع الطفل يعبر عن مشاعره؟ ما هو بعده صغير يمكن ما بيعرف يحكي. وشو بتأثر هالمشاعر المكبوتة معه بالأيام؟ أول شيء علاقة الأم بالطفل هي الأساسية. يعني من 0 لـ 3 سنين الأم بتكون عم تنقل له كل شيء. يعني الأم المتوترة والقلقانة رح تنقل التوتر والقلق لهالولد. إذا أم مثلاً ما عم بتفارق التلفزيون أو وسائل التواصل الاجتماعي، نحن عم نشوفها ومنلاحظها إنه الأمات ما بفارقوا التليفونات كل الوقت، او فيسبوك او تيك توك او انستغرام. وهلا نحن بوضعيه بازمه حرب، ووسائل التواصل هي خلقت للتشابك والتواصل بين الناس، هي هذا هدفها. بس للاسف هلا تحولت لاداه خطيره عم تنقل مشاهد عنيفه وعدوانيه لكل العالم. بما انه الام عم تاخذ هالمشهديه وعم تتوتر وتقلق بلا ما تحس، عم تنقل قلقها على الولد. يعني اذا الولد زعجها شوي عم تصرخ عليه، عم ممكن تضربه، ممكن تضربه بالاوضه لحتى هي يكون عندها المجال انه هي تقعد تستمتع. مش تستمتع كمان، هيدا نوع من الجويسانس بتصير عند العالم انه كل الوقت بدهم يقعدوا يشوفوا مشاهد شو صار. شو صار هون؟ نحن بنقول للام انه بليز خففي من هالمشاهد المشهدية العنيفة والعدوانية لحتى أنت ما تتأثري، لحتى ما يجي وقت ويتأثر ابنك بأنت اللي عم تحسي فيه. لأنه الرابط بين الأم والطفل كتير بيكون قوي، لدرجة أنه إذا زعلان الأم بحس، إذا قلقانة بحس، إذا خوفانة بحس. بهيدا العمر نحن نتكل على الأم
وعلى البي لأنه البي كمان له دور بالحوار مع الولد. يعني بدل ما يحضر البي كل الوقت أخبار، في يقعد هو ابنه بفت بوقت معين يلهي يلعب معه لوقت الأخبار، في بعدين هو يقعد يتفرج على اللي بحب يتفرج عليه. دور الأهل كبير بهذه المرحلة. كتير دور الأهل كبير. هيدا لعمر من صفر ل ماكسيموم 4 سنين. بهالطريقة الولد فينا نحميه من القلق ومن الخوف، لأنه نحن من وقت ما نولد في شيء اسمه غريزة الموت عنا، اللي هي بتكون دائماً بصراع مع غريزة البقاء أو منسميها غريزة الحياة. كلنا منخاف من الموت، ما حدا ما بخاف منه، ومشاهد اللي بتخوف الولد كتير. يعني إذا الأم والبي بيكونوا عم بيحكوا على صوت عالي بيعتبر للولد هيدا مشهد عدواني، في عنف. بقى كيف إذا شاف ولد على التلفزيون في دم؟ أول شيء المشاهد مش عم تكون بس طفل عادي، عم بتكون ملطخة بالدم، ملطخة بالموت، ملطخة بعدم الحركة. ونحن منعرف قديش جسد بالنسبة للطفل كتير مهم التعامل مع جسده، لأنه الجسد هو اللي بيحفظ، جسدنا هو اللي بيحفظ الأشياء وبيكبتها، لأنه نحن بالنهاية مكونين من 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 فكر وجسد، اثنيناتهم بيكونوا عاملين أرمونية بينات بعضهم لحتى يقدروا الإنسان يقدر تتشكل عنده البنية النفسية اللي نحن فينا نحميها من قلق الموت والخوف من الموت. لننتقل معك دكتور للمرحلة الثانية اللي هي من 4 ل 7 سنوات، وذكرتي لنا أنه هيدي الفترة بيعرف الولد يفرق بين الشر والخير. والخير. نعم. طيب نحن عم نحكي عن الخوف، عن كل شيء بيسبب له إزعاج، خلينا نقول صوت الرعد نحن كنا نخاف منه نحن وصغار. بأي طريقة نفسر للولد إنه مش كل شيء بيخوف يعني خطر، وهل لازم نحكي بهيدي الطريقة؟ كتير حلو المثل إنه الرعد فيه شوفه الولد، يعني فيك توقفي الولد هو عم ترعد بيشوف الضوء، يعني مبرر يعني تقولي. دغري كونكري. اي صحيح. كل شيء عم بتفرجيه. يعني الولد نحن دائما بنحاول نخليه ملاصق للواقع. صحيح. وما بنخليه كتير يعيش بالخيال. هلا نحن اكيد نحن كتير بنشتغل انه نشغل خيال الطفل، بس مش بهيك ظروف، لانه الطفل بهيدي الوضعيه بوضعيه الحرب من 4 ل 7 سنين، ما هو بيكون بيلعب بالعسكر وبيلعب بالسلاح وقتلتك وقتلتني، وكثير اولاد وقت بالاعياد بيطلبوا الهديه هي الباروده او دبابات، او يعني فكره الحرب موجوده اساسا. حضرتك مع هيك العاب؟ لان بعرف انه بفرنسا مثلا ما في بيستول، ما في غنز، وما في ما فينا نحن عندنا عادي للاسف، بس نحن عندنا اياها بمجتمعنا للاسف. بقى الولد فكريا نفسيا محضر حاله انه في شيء اسمه حرب. وفي اطفال دائما الاهل بيحكوا عن حدهم عن الحرب، وبينقلوا لهم مقاسيهم والسوفرانس المعاناة اللي عاشوها بالحرب تنقل للولاد بلا ما يعيشها الولد. منشان هيك في ولاد بيحكوا عن الحرب كأنه هن عاشوها، مع أنه هي مش تجربتهم، هي تجربة أهلهم. وهيدي نحن اللي منقول عنا تعابر للأجيال، يعني فكرة الحرب والمشاعر الحرب ومشاعر الخوف تعبر من جيل إلى جيل. ولذلك نحن منحكي مع الأهل أنه بليز فيكن تخففوا من القلق اللي أنتوا عايشين فيه. في وإذا بهيك وضعية مثلا هلأ بالحرب هلأ اللي نحن عايشين فيه، كتير أهل بتوعى عندهم ذكريات الحروب السابقة، وبتوعى عندهم صدمات كتير قوية ومأثرة عليهم، وبيعيشوا حالة من القلق والخوف، وحتى بتوعى عندهم العدوانية والغضب. هن ما عارفين أنه هلأ الحرب، فكرة الحرب بس وقعت عندهم صدمات سابقة. طب دكتور، لو أنه الولد مش عايش هيدي الحالة، لازم نفسر له عنا على صحة السلامة إن كيس
صادف شي مرة هيك حالة وكان موجود بقلب الحدث ولا لا؟ هلأ نحن إذا هو بقلب الحدث مثل هلأ إيه؟ افترضنا أنه نحن هلأ أطفالنا كلهم عم بيشوفوا أكتريتهم، الأهل ما عم بيقدروا يحملوا أولاد، بدوا يتفسر للولد، وخاصة أنه فك مش من الناحية لا السياسية ولا الدينية ولا الاجتماعية، الإنسانية. يعني في ناس بتتعدى، في ناس ما بدها حقها، في حدا ممكن يقشطك غراضك، إذا قشطوك فوتبولك شو بتعمل؟ بدك تاخد فوتبولك، يعني بطريقة إنسانية، يعني فيك تاخده بالكلمة، فيك تاخده إذا مثلا ما قبل يعطيك إياه، بتخليه يعيش الواقع اللي هو عايش فيه. مثلا أنت تيابك بتحب يجي حدا ياخد لك يوم من الغزانة؟ أكيد هو اللي حيجاوب، لا. إذا أخذوا لك يوم شو ممكن تعمل؟ مش دغري بتروح بتقولي له بدك تدافع، بدك تضرب، نو، بتروح لعنده بتقول له هول تيابي بدي اياهم، بطريقة الطريقة الحوارية. إذا ما بقول لك وإذا ما عطيني اياهم، ساعتها بنلاقي طريقة تانية نحن نجيبهم. بس بدك تخليه دايما، لأنه هو لو شاف على التلفزيون حرب هلا اللي نحن عم نعيشها، شو كيف بده يفسرها؟ طب ما هو هيدا ولد طفل ليه قتلوه؟ بمجرد ما يقول لك ليه قتلوه، بدك انت تسكتي تصغيله، انه انت شو حسيت لما شفت الصوره، شو المشاعر اللي انت هلا عم تحس فيها من جوا. بدنا نسمعه، بدنا نصغيله كثير، وبدنا نشوف نراقب له سلوكياته طالما نحن معه، لانه ممكن تظهر عنده سلوكيات عدوانيه، ممكن يظهر عنده عنف، يعني يضرب اخته او خيه، او ممكن الناس تستعمل السكينه، او ممكن الناس توقع اخواتها، او مثلا كيف ماشي بالمدرسه. لانه هلا نحن من خلال عملنا العياده عم نشوف كثير انه في ناس عم تتاخر بدراستها، تراجع كثير، والاهل كثير مستائين وعم بيعنفوا الاولاد، بس هن ما عارفين انه اللي عم بيصير حدهم بالمشهديه العنيفه والعدوانيه اللي عم بيشوفوها على السوشيال ميديا هي اللي عم بتاثر عليهم نفسيا سلبا. إيه؟ اكيد. طيب الطفل بس شوي يكبر ويصير 10 او 12 سنه ويكون بالمدرسه مثل ما ذكرتي، عم بيصير كثير احاديث بالمدرسه وكثير نقاشات بينه وبين اصحابه، مين الصح واي جهه هي الصح واي جهه هي الغلط وشو بدنا نعمل. وعم يرجع الطفل مضغوط، يعني عم بيأثر عليه سلبا مش بس من ناحيه الدراسه او العنف، الحزن، يعني عم بيصير عنده حزن احيانا وانطوائيه على ذاته. كيف فينا نعالج هذا الموضوع بالمدرسة إنه ما يصير أحاديث بينه وبين أصحابه عن صراع اللي عم بيصير؟ كتير حلو، لأنه الشغلة بتطال المدارس كمان. بالمدارس لازم يكون عندهم إكيب عمل بس لحتى يعملوا نوع من التوجيه للتلاميذ بهيك أوضاع وبهيك حالات. يعني لازم يكون في توعية إنه اللي عم بيصير هلأ هو بين جهتين، نحن لهلا ما خصنا، نحن بس عم نسمع وعم نشوف على الاخبار. لانه ابن 11 وابن 12 بهيدا الجيل هو كثير ناس واعيين، يعني ممكن يقرا سياسه، صحيح صحيح، ممكن يقرا كتاب، ممكن اذا سمع رفيقه عم بيحكي عن حزب او اتجاه معين يروح يقرا عنه. بقى نحن ما فينا نكذب، ما فينا ننكر، الانكار يدمر الاطفال والولاد. وما ننسى انه 11 12 يعني هي بدايه المراهقه، يعني هو بدايه اثبات الولد انه هو موجود، والوجوديه امرار تتعلق ب انا شو لازم اقول، انا شو لازم احكي، كيف بدي اعبر عن رايي. هون الاهل انه لازم يسمعوا له ولازم يقولوا له انه انت ليه حزين اذا هو هيك قال لك رفيقك. ونحن بنعرف انه بلدنا قائم على عده طوائف وعده احزاب، وهون نحن ما بدنا نفوت بالعدوانية ضد الآخر، خاصة إذا نحن حاطين ولادنا بمدارس متنوعة. بدنا نتفاهم مع ابننا أنه نحن هلأ ما خصنا، أنت عم تروح هولي رفقاتك، بتروح وبتحكوا بكل شيء، لأنه شو بتحب تحكي معهم احكي، بس ما تفوت معهم بالعدوانية وبالعنف اللي هن عم يحكوا فيه.
وبهالطريقة أنا كتير شجعت أهل عانوا من هيدا الموضوع إنه عزموا الرفقة على البيت، جمعون اعملوا لهم غدا، مش يظهروا لوحدهم، أوكي. يكونوا تحت رقابتكم. يعني الرقابة كتير مهمة من جهة الأهل، يشوفوا شو الأحاديث اللي عم بينحكى، كيف بيتعاملوا مع بعضهم، لأنه بس دكتور بدك أهل واعيين كمان. ما نحنا شو شغلتنا، شو يعني الواحد يعمل توجيه أحيانا بهيك وقت كتير حساس، كتير مهم التوجيه والدعم النفسي. الأهل لازم يكونوا كتير واعيين، لو هن عندهم اتجاه معين بأيدوه حد الولاد ما لازم يبينوه، لأنه هيدا الشيء رح يأثر عليه سلبا بالمدرسة، ورح يؤدي لعدوانية مع رفقاته بطريقة غير مباشرة. هون أنا بدعي الأهل أنه بالعكس اجتمعوا يا أمات، يكونوا معكم الولاد وتكونوا أنتوا المراقبين على سلوكيات ولادكم، لأنه هيك كمان لما يشوفوا الأمات متفقين مع بعضهم وعم بيتحدثوا مبسوطين، الولاد لوحدهم رح يعملوا هيدا اليان سوسيال اللي قائم على الحوار وعلى السوبلس والتندرس بيناتهم. يعني فينا نغوص معك بهيدا الموضوع دكتور ساعات وساعات، لهيك أنا بطالب فيك مرة تانية قريبا إن الله راد لحتى نتابع إن شاء الله. كمان حديثنا. بدنا نشكر وجودك معنا دكتور رندا البراج، حضرتك اختصاصية بعلم النفس، شرفتينا. مرسي كتير، مرسي لكم ومرسي للأوربت على هالفرصة القيمة اللي بتعطيها، وعن جد من خلال التلفزيونات نحنا في الإنسان يبث الوعي، وأنا بتمنى من كل الأهل أنه يعطوا وقت لهيك برامج، لأنه بتخفف استرس، بتعطيها أمل بالحياة، بتعطيها أفق جديدة وجهات نظر جديدة تتعامل فيها مع أولادها. للاشتراك زوروا موقعنا alphatv.com أو اتصلوا على الأرقام التالية. ألفا، قنوات الأسرة العربية.